وننتقل إلى القاهرة مع الدكتور بشير عبد الفتاح الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مساء الخير، وبداية يعني توقع قطر أو قطر توقع الاتفاقيات والمعاهدات لكنها لا تلتزم بها، يعني يمكن القول أنها تأتي بنقيضها أيضا، يعني ما الذي تهدف إليه الدوحة من اتباع مثل هذه السياسة؟ وتعليقك على التقرير، يعني إذا شاهدت حمد بن جاسم يتآمر عبر اتصال هاتفي مع عناصر إرهابية في البحرين. يعني في البداية أشكركم على الاستضافة. التقرير برغم أنه صادم إلا أنه لم يكن جديدا، لأن الجميع يعلم أن قطر ضالعة ومتورطة في محاربة في دعم الإرهاب وتمويله واستضافة عناصر إرهابية واستغلال أذرعها الإعلامية والمالية في دعم الإرهاب والإرهابيين، وهي تهدف من وراء ذلك إلى أمرين. الأمر الأول أنها تتخذ تعليمات أطراف دولية وإقليمية تطلب منها ممارسة هذا الدور في مقابل الحماية ومقابل إيهامها بأنها ستتحصل على مقابل لذلك يتمثل في دور إقليمي. الأمر الثاني أو الدافع الثاني هو الرغبة القطرية في البحث عن دور لترجمة الوفورات المالية الهائلة لديها إلى نفوذ إقليمي ودور إقليمي، لذلك هي ترى أن إفساد الدول المجاورة وبث الاضطرابات والفتن في الدول المجاورة من شأنه أن يفتح المجال أمامها لكي تكون ساحة خالية لدور إقليمي. ومن هنا جاءت مساعي قطر لدعم الإرهابيين في دول الجوار بذريعة إفساح صوت للمعارضة للتعبير عن رأيها. نعم. يعني ما يحدث في البحرين على سبيل المثال، قطر تقوم ب بحرينيين لمنحهم الجنسية برغم وجود اتفاقات ما بين البحرين ودول مجلس التعاون جميعها وقطر لأن تسعى إلى استقطاب عناصر أو مواطنين بحرينيين أو غير بحرينيين لمنحهم الجنسية القطرية. نعم. طيب دكتور، وغيره، أو أن تقوم بدعم إرهابيين بحجة أنهم معارضين سياسيين. من تقوم قطر بدعمهم في البحرين هم إرهابيون ضارعون في أعمال. نعم. طيب دكتور بشير، لا تريد الخير للبحرين ولا لدول الخليج ولا للمنطقة، ومع ذلك تقدم قطر على استضافتهم عبر شاشاتها التعامل معهم. طيب دكتور، كيف ترى الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الداعية؟ دكتور بشير، الإجراءات التي ممكن أن تتخذها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لردع قطر عما تقوم به من استهداف الأمن، يعني كما تفضلت هذه سلسلة من الإجراءات أو الأساليب التي اعتمدتها قطر، يعني ما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول لردع قطر؟ الحقيقة أن الصوت غير واضح وأنا لا أسمع الصوت جيدا، ولكن أعتقد أن البحرين فعلت خيرا حينما عرضت هذه التقارير وهذه المهاتفات حتى تؤكد العالم أجمع بأن قطر بالفعل متهمة وضالعة وسقطت في قفنا الإرهاب، وأنها ليست كما تدعي بأي حال من الأحوال، أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب تحاصرها وتعزلها وتطبق عليها عقوبات، وإنما قطر تستحق لأنها ضالعة. نعم. وهذا أيضا يضعف حجة قطر في الدفاع عن نفسها أمام المجتمع الدولي. نعم. تحاول أن تنفي عن نفسها تهمة الإرهاب وتدعي أنها تدعم وأنها تقدم فرصة لمن لا صوت لهم بإذن رأيهم، هذا غير صحيح بالمرة، لأن ما عرضه التقرير وما عرضته البحرين من أدلة دامغة تؤكد أن قطر تدعم إرهابا ولا تدعم أصحاب رأي. نعم دكتور بشير، اكتملت الفكرة. بشير عبد الفتاح الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.